خاف ما حدا من المديرة الأنسة يكمشوني يقتلوني يعني ينزلوني يعني ياخذوا في عنا كان أبو ينزلوني عليه موتوني ما بعرف يعني يعني بين ثانية وثانية حاس حالي بدي انذبح. صار عندي شوي صار كتير يعني معي تأزم الوضع معي مع رفقاتي كانوا كتير عزيزين علي بس بعد ما تفرجوا أنا بابا إنه على التلفزيون طالع بمظاهرة تركوني. أنا بدي انبسطوا إخواتي حس بروح الأطفال بروح اللعب طلعوا علي بلا ضحك دارك توكل على الله يلا جدا خالد خالد رائع جدا خالد يلا يا خالد أمن حالك أمن أنه يوميا القناص على برنتنا يضرب عمي وعم تنشر الغسيل لكن ضلينا صامدين ليش ما نخاف خلص نحن مع أبونا منموت مع أبونا منعيش مع أبونا منتصر مع أبونا مناكل مشرب مع أبونا ليش رح تتركه؟ هذا أخوي ما تشتين لا بابا أخاف من شيء لا ما بخاف أنا هون معي عائلتي معي عائلتي خواتي هون معي الجيش الحر كله معي ليش رح تخاف؟ ليش؟